الأهلي وريال مدريد في نصف كأس العالم للأندية، ولا وقت للراحة، ده شعار الأهلي اليومين الجايين. لا وقت للراحة، مفيش وقت، الكل شغال بإيده وسنانه بيعمل أقصى ما عنده استعدادا للمباراة، إدارة، جهاز فني، لاعبين، جمهور، إعلام، وخصوصا قناة النادي الأهلي اللي عملت تعاون مشترك مع قناة ريال مدريد علشان يتنقل لنا من النهاردة كواليس بعثة النادي الملكي على شاشتنا هنا وعندهم هم كمان. تحية لإدارة القناة وعلى التعاون ده، بنفتخر إننا بننتمي للكيان ده، وإن شاء الله نعمل حاجة تستحق هذا الكيان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الحريفة، وأهلا بك يا هنودة. أهلا بك.